بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح ناخد طريقة سريعة لحل أسئلة التايلر سيريز، بدل ما إحنا نيجي نطبق قانون التايلر سيريز الطويل جدا، تمام، اللي هو ممكن كنا نستخدمه للأسئلة السابقة زي اللي أخذناها لأن الـ X أو حتى إي قوة X، تمام. اليوم رح نتعلم طريقة سريعة جدا 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 لإيجاد مسائل التايلر سيريز. شو هاي الطريقة؟ بحكي لي لو إجاني سؤال في الامتحان على هاي الشاكلة، بحكي لي find Taylor series for f of x يساوي e قوة 3x at x يساوي 1 أو at a يساوي 1 at m يساوي 1، أياً كان هذا الإشي. طبعاً بالامتحان ما في داعي يحكي لي كلمة Taylor series، مجرد إنه حكى لي هاي a يساوي 1، خلص أنا أصلاً أول ما أشوف إنه أعطاني رقم غير الصفر هي Taylor series. أمامكم بالامتحان خيارين، الخيار الأول تستخدم القانون اللي أخذناه في المحاضرة السابقة، تمام. شو هو القانون؟ القانون الطويل جدا اللي لازم تطلعوا فيه المشتقة الأولى والثانية والثالثة عما تكتشفوا النمط اللي بيمشي عليه، تمام. طب احنا شو بدنا نعمله؟ بحكي لي في طريقة ممكن تكون أسرع من هاي الطريقة. كيف؟ إذا بتتذكروا اي قوة اكس كانت الماكلورين سيريز أو الباور سيريز لإلها هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة كانت عن اكس قوة ان على ان مضروب من ان تساوي صفر إلى انفينيتي، تمام؟ اوكي، شو المطلوب منا؟ بحكي لي بدل ما انا اجي اطلع، بدل لما يجي يحكي لي بدي سؤال تايلر سيريز لاي قوه 3 اكس، هسا انتبهوا. اول شيء لو طلب منكم ماكلورين سيريز لاي قوه 3 اكس، شو رح تعملوا؟ حتيجي تحكوا له اي قوه 3 اكس، كل اللي عليكم تعملوه تحطوا هون 3 اكس. هذا متى؟ هذا لو كانت ماكلورين سيريز او باور سيريز او تايلر سيريز ات اي يساوي صفر. يعني هذا الحل انا متى بستخدمه؟ بستخدمه اذا حكى لي بدي ماكلورين سيريز، تمام، وسكت، واذا حكى لي بدي باور سيريز وسكت، او اذا حكى لي بدي تايلر سيريز ات اي يساوي صفر، بستخدم هذا الحل. لكن اذا حكى لي ات اي يساوي واحد، هنا بكون هو فعليا صعب السؤال، تمام، صعب السؤال زي كانه كان بدي يوجهكم على القانون الكبير. لكن انا هلا حعلمكم طريقه ما نضطر فيها نروح على القانون الكبير، بقدر استخدمها بالامتحان. طبعا تقدر تستخدمها بالامتحان لانه استخدمها في احدى المرات الكتاب، تمام، فهي طريقه معتمده بتقدروا انكم تستخدموها. طيب شو هي هاي الطريقه؟ بحكي لي بدل ما انا اجي اطلع لاي قوه 3 اكس، فقط بستبدل هاي الاكس بقوس قيمته اكس ناقص العدد اللي بعطيكم اياه هون. طب بصير هذا الاشي؟ بصير، لكن بشرط ما تغيروا قيمة الاقتران. كيف يعني؟ بحكي لي حولوا شكل هذا السؤال لهذا الشكل اللي هو بس بدل x يكون x ناقص 1، يعني حولوا شكل السؤال لإي قوة 3 x ناقص 1 بدون ما تغيروا قيمته. طب كيف يعني بقدر أغير هذا الشكل بدون ما أغير قيمته؟ بحكي لي باختصار، أسهل وأسرع طريقة، بتيجوا لهاي الاكس بتشيلوها وبتيجوا بتجمعوا لها واحد وبتطرحوا لها واحد. احنا لايش لازم نوصل؟ احنا لازم نوصل لاكس ناقص واحد، صح؟ اتفقنا. فانا باجي بطرح واحد وبجمع واحد. رياضيا انا ما غيرت قيمه السؤال، رياضيا ما غيرت قيمه السؤال، لاني انا طرحت وبعد ما طرحت شو عملت؟ بعد ما طرحت رحت جمعت. اذا رياضيا اموري بالسليم، تمام. شو حاستفيد؟ حاستفيد اني راح اقدر اوصل لهذا التارجت، راح نقدر نوصل لهذا التارجت. كيف؟ بحكي لي بالجمع وبالطرح بامكاني اوزع الاسس، تمام. اذا كان في عندي عمليه جمع في الاسس فبامكاني افصلهم لضرب. بس تذكروا شغله، انه انا بهمني هذا القوس يكون as one unit، يعني انا بدي اتعامل مع x ناقص 1 زي كذا قيمه واحده، بهمني تضلها مع بعض، تمام. فما في داعي اعتبر الx لحاله الواحد لحاله هاي الواحد لحاله، باخذهم هذول مع بعض وبترك هذيك الواحد لحالها. شو باجي بحكي؟ باجي بحكي فعليا هاي عباره عن e اول شيء قوه 3 في x ناقص 1، تمام، زائد وزعت الثلاث، وزعت الثلاث ضربتها بهذا القوس وضربتها بالواحد ثلاث. بعد هيك احنا بنعرف انه عملية الجمع في الاسس كان اصلها ضرب، فهي عبارة عن اي قوة 3 اكس ناقص واحد ضرب اي قوة 3. فعليا اللي انا عملته بهذا السؤال اني غيرت شكله فقط. مرة ثانية، شو التارجت؟ بحكي لي بيجيكم سؤال بالامتحان بطلب منكم تايلر سيريز لاي شيء في العالم مبني على شيء انتم حافظينه، زي الاي قوة اكس، زي كوساين اكس، زي ساين اكس، تمام. هذول اكثر ثلاث احنا حافظينهم، وطبعا واحد على واحد ناقص اكس، هذول الاربع انواع سيريز اللي احنا مطلوب منا نحفظهم. اوكي، شو باجي بعمل؟ بحكي لي بطلب منكم ات اي يساوي واحد، فبتحكوا له هدفي ببداية السؤال اوجد قوس قيمته اكس ناقص واحد. اذا حكى لي بدي اياه ات اي تساوي 3، لازم يكون عندي قوس في السؤال بالسؤال الاصلي قيمته ايش؟ اكس ناقص 3، اكس ناقص العدد المطلوب، تمام. بتحاولوا توصلوا له باي طريقة. اسهل واسرع طريقة هي انكم تيجوا للاكس تطرحوا منها مثلا واحد تجمعوا لها واحد، تطرحوا منها ثلاث تجمعوا لها ثلاث، هيك بتوصل للتارجت اللي بدكم اياه، تمام. وانا هذا اللي اجيت عملته بهذا السؤال، استبدلت
او مش استبدلت، فعليا اجيت طرحت من اكس واحد وجمعت لها واحد عشان ما اغير قيمتها، فقط اغير شكلها. بعد هيك انا كنت حريص اوصل لهذا المنظر، هذا هو التارجت تبعي اللي انا لازم اوصل له. طب شو بستفيد؟ بقول لي هلا بترجع بتحلوا سؤال طبيعي جدا، بتيجوا بتطلعوا الماكلورين سيريز او التايلر سيريز، بتيجوا بتطبقوا على القانون. شوفوا تطبيق مباشر. هذا القانون كيف كنا نطبق عليه زمان؟ كنا نشوف شو التغيرات اللي صارت على اكس، كانت هاي اكس، شو صارت هون؟ 3 اكس ناقص 1، فباجي بحط هون اكس بدل اكس هأحط 3 في اكس ناقص 1، طبعا كلهم قوة ام، لأنه أنا كان هون عندي اكس هون اكس، هاي بطلت اكس، صارت القوة هاي كاملة، بمسك القوة هاي كاملة بحطها جوا هذا القوس على ان مضروب من ان تساوي صفر إلى انفينيتي، وتلاحظوا إنه مضروبة كلها بإي قوة 3، إي قوة 3 بصير تحطوها جوا وبصير تحطوها برا، كونها كونستانت. تمام، هذا يعتبر جواب نهائي، لكن الافضل بالامتحان اذا كان مقالي تمام انكم توزعوا الان للثلاث لحال ولا اكس ناقص واحد لحال، بحيث توصلوا بالنهايه لهذا الشكل. تمام، شو ممكن يكون عامل او نعمل خطوه اضافيه؟ ممكن احط الاي قوه 3 جوا بدل برا. تمام، فبصير عندي 3 قوه ان واي قوه 3. تمام، بهذه الطريقه وفي اكس ناقص واحد قوه ان على ان مضروب. تمام، تعالوا ناخذ كمان اكزامبل. يلا شو طالب مني هذا السؤال؟ السؤال طالب مني فاين تايلر سيريز لواحد على اكس ات اي تساوي 1، ات اي تساوي 1، شو باجي بعمل؟ بقول له هذا السؤال امامي خيارين للتعامل معه، الخيار الاول اني احله بالقانون الطويل، كونه طلب تايلر سيريز بامكاني استخدم القانون الطويل، اشتق اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره عما اكتشف النمط اللي بيمشي عليه، وبالمناسبه راح يطلع معكم سؤال كثير 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 بيشبه سؤال اللي انا طلبت منكم تايلر سيريز لن الاكس بالدرس الماضي. تمام، اللي هو طلبت منكم تايلر سيريز لن الاكس وتعلمنا كيف بالاشتقاق وطلع معي بالاخر شويه اختصارات وشيء له دخل بالمضروب، هذا السؤال حيطلع كثير بيشبهه لو بتحلوه بهذيك الطريقه، لكن نستخدم طريقه كثير اسهل. طبعا هذيك الطريقه بهذا السؤال حياخذ منكم الحل صفحه كامله وغلط واحد باشاره يمكن يضرب عندكم السؤال. تعالوا شوفوا بالطريقه السريعه كيف حاحل السؤال بسطر. اول شيء باجي بحكي له 1 على اكس هي نفسها 1 على اكس ناقص 1 زائد 1. تمام، انا هدفي اشوف هذا المنظر. تعالوا هيك نعمل تبديل بسيط، رتبوها بس، حطوا الواحد هاي قبل زائد اكس ناقص واحد. طب مش هاي بقدر اطبقها على هذا القانون، واحد على واحد ناقص اكس بتساوي السميشن لاكس قوه ان من ان تساوي صفر للانفينيتي، مش هاي نفس المبدا؟ تعالوا شو التغيرات اللي عاملها؟ أول شيء ممنوع هاي الإشارة تكون موجب، شو لازم تكون؟ لازم تكون ناقص ناقص، فبخليها أنا ناقص ناقص إكس ناقص واحد. أوكي، شو عمل على إكس؟ بحكي لي كانت إكس صارت قوس تمام قيمته سالب قوس إكس ناقص واحد، يعني بصير السؤال كالتالي، بس بشيل الإكس هاي بحط مكانه سالب، وبتقدروا توزعوا عليها الإن على طول، فسالب واحد قوة إن في إكس ناقص واحد قوة إن. طبعا هون سوري ما فيها على شيء. من n equals 0 to infinity انتهى السؤال. شوفوا الحل كيف بس بسطر واحد. مرة ثانية شو اللي بعمله؟ كل اللي علي اعمله انه لما يطلب مني واحد على x بحكي له لا انت ما بدك واحد على x، انت بدك x ناقص واحد. تمام؟ لازم اوصل لهذا الشكل. والشغلات الثانيه طبعا ما بزبط اني اجي احكي بدل ما بدي اطلع لواحد على اكس بطلع لواحد على اكس ناقص واحد، لا، لازم اعملها بطريقه رياضيه بحيث اني انا ما اغير قيمه السؤال، كيف ما بغير قيمه السؤال؟ بطرح واحد وبجمع واحد. تعالوا السؤال اللي تحته. يلا على طول تايلر سيريز ات اي ايكوالز 1، تمام؟ شو باجي بعمل؟ باجي بحكي 1 على 2 ناقص اكس. طبعا هذا السؤال احنا تعلمنا انه لو كان ات اي ايكوالز 0 او طلب مني باور سيريز خلص بس باخذ 2 عامل مشترك. تمام؟ هناك بس باخذ 2 عامل مشترك، لا، لكن هون لا، هذا الشكل بالنسبه لي لا، فيه مشاكل اكثر. هاي الاكس ما بدي اياها تضلها اكس بهذا الشكل، بدي اياها شو تكون؟ بدي اياها تكون اكس ناقص 1. تمام، فشو بعمل؟ بحكي هاي عباره عن 2 ناقص هاي الاكس، بخليها اكس ناقص 1 زائد 1. هي اول حركه، بطرح 1 وبجمع 1. تمام، لو كان بدي اياها ات اي تساوي 2 باجي بحكي ناقص 2 زائد 2، لو كانت اي تساوي سالب 2 بحكي زائد 2 ناقص 2، بطرح ثم بجمع. اوكي، هدول اتفقنا انه انا بدي اعتبرهم زي كانهم ايش؟ مع بعض، والواحد هاي بدي اعتبرها ما لهاش دخل بالقصه.
فشو بتصير؟ دخلوا الإشارة السالبة بتصير 2 ناقص القوس، كون القوس دي أعتبره قيمة واحدة، وناقص الواحد هي ناقص واحد. 2 ناقص واحد شو بضل عندي؟ 2 ناقص واحد بضل واحد، ناقص هيك أنا جاهز أستخدم القانون اللي فوق، واحد على واحد ناقص إكس يساوي السميشن لإكس قوة إن من إن تساوي صفر إلى إنفينيتي، تمام؟ يلا شو اللي تغير؟ الواحد واحد والواحد واحد والسالب سالب، يعني بس مكان هاي الإكس حطيت إكس ناقص واحد. طبعا بدون هذا الإشي من إن تساوي صفر إلى إيش؟ إلى إنفينيتي، تمام؟ فتلاحظوا إنه السؤال إذا كتب لي A تساوي صفر ولا A تساوي واحد الحل بيختلف تماما. لو ترجعوا لهذا السؤال أنا حليت لكم إياه ببداية درس الباور سيريز لما كنا ناخذ 2 عامل مشترك، لاحظوا هون الاثنين راحت اختفت، استفدت من هاي الواحد اللي كانت موجودة هون، تمام؟ فلاحظوا إنه هذا الإشي كثير بيفرق. نيجي لهذا السؤال وهو سؤال من الأسئلة اللي تعتبر تريكي ويعتبر من أصعب أنواع الأسئلة، إذا تمام اذا بدي اعتبره سؤال استنتاجي، تمام؟ انا ليش عم بعطيكم اياه؟ عشان خلص انتم ما توصل لهي ليفل الامتحان وانا كيف بدي استنتج هذا الشيء بالامتحان، حتشوفوا هلا بعد ما اشرح لكم اياه انه سؤال كثير سهل، تمام؟ بس وين بتكون الصعوبه فيه بالامتحان؟ الواحد بالامتحان ما بيكون بنفس مستوى قدراته العقليه هو ايش بالبيت، تمام؟ بتكون يعني نوعا ما اقل لانه في توتر وفي هيك، فهذا الشيء ممكن ما يخطر له بالامتحان، فانا عم بحاول اعطيكم كل الافكار بحيث انه انتم بالامتحان ما تتغلبوا، يعني خلص يكون مر عليكم السؤال. شوف السؤال نصه شوي غريب. بكل اذا كانت التايلر سيريز لاقتران معين ات A تساوي 4، احنا طبعا بنعرف انه التايلر سيريز دائما بيكون في قيمه معينه احنا بنعمل عليها التايلر سيريز 1 2 3 4 الى اخره. هو بيحكي لي اذا كان في عندي اقتران معين عملنا له تايلر سيريز ات A تساوي 4 وطلع معي هيك المقدار، طلعت هاي هي السيريز تبعتي. رائع جدا. شو المطلوب؟ المطلوب مني هو المشتقه الثالثه للاربعه. المطلوب مني بهذا السؤال المشتقه الثالثه للاربعه، سؤال نوعا ما نمطه غريب، بس تعالوا نفكر مع بعض. شو هو قانون التايلر سيريز؟ قانون التايلر سيريز بيقول لي اف الاي زائد اف برايم الاي في اكس ناقص اي قوه 1 على 1 مضروب، اكس ناقص اي قوه 2 على 2 مضروب، اكس ناقص اي قوه 3 على 3 مضروب، هدول ايش؟ كلياتهم هاي مضروب بالمشتقه الاولى الثانيه الثالثه، اوكي هو شو بده؟ هو بده هاي. السؤال طالب هاي القيمه. تمام؟ هلا ما حد يحكي لي للاربعه، اكيد للاربعه، ليش؟ لانه هو حكي لي ات اي يساوي 4 فاوريدي احنا هون نعوض 4، يعني طلعوا السؤال اول شيء شو طالب؟ طالب مني هاي القيمه، تمام؟ السؤال طالب مني هاي القيمه، ركزوا معي. هاي كامله كيف نقدر نطلعها؟ مش هذا هو الحد الزيرو؟ يعني انا الاصل لما احط زيرو مكان كل ان بالسؤال يطلع معي هاي، لما احط واحد يطلع معي هاي، لما احط 2 يطلع معي هاي، تمام؟ لما احط 3 شو يطلع معي؟ يطلع معي هاي، تمام؟ فانا بحكي لي بالبدايه لو انا طلعت ايش؟ لو طلعت ناتج تعويض الثلاث، تمام؟ انا لو طلعت ناتج تعويض الثلاث شو المفروض يطلع معي؟ المفروض يطلع معي هذا المقدار كاملا، المفروض يطلع معي هذا المقدار كاملا، فانا شو اجيت عملت؟ اجيت لهذا السؤال، تمام؟ او نقرا الملاحظه البدايه، بنحكي انه نلاحظ المشتقه الثالثه هي القيمه المضروبه باكس ناقص اي قوه 3 على 3 مضروب، عشان نوصل لهي المشتقه الثالثه لازم نوصل لهذا الشكل عن طريق ضرب البسط المقام ب 3 مضروب وتعويض 3 مكان ان. هلا احنا خلونا بالبدايه نعوض الثلاثه مكان ان، تمام؟ مكان كل ان خلونا نعوض 3، شو راح يطلع معنا؟ راح يطلع معنا اكس ناقص 1 قوه 3، تمام؟ على 5 قوه 3 مظبوط، و3 زائد 3 كم؟ 6، تمام؟ طيب شو بعمل بعد هيك؟ بحكي لي بنركز هون، شو هي المشتقة الثالثة؟ بحكي لي المشتقة الثالثة هي القيمة المضروبة بهذا القوس. طب هذا القوس هل أنتم شايفينه هون؟ تمام؟ هل أنتم شايفين هذا القوس؟ إحنا مو شايفينه، طب كيف أنا ممكن أوصله؟ بحكي لي شو ناقصه؟ عشان أنا أوصل لهذا المنظر هذا القوس انا شايفه بس المقام انا مو شايفه. الثلاثة مضروب شو بروح بعمل؟ بضرب بثلاثة مضروب وبقسم على ثلاثة مضروب. شو بستفيد؟ بستفيد انه هذا الجزء صار عبارة عن هو هذا الجزء. طيب ما تبقى هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن المشتقة الثالثة للايش؟ للاربعة. ما تبقى هو المشتقة الثالثة للاربعة اللي هو عبارة عن ايش؟ اللي هو عبارة عن 3 مضروب على 5 تكعيب ضرب 6.
تمام. كمان مرة شو اللي عملناه بهذا السؤال؟ هلا بالامتحان اول شيء اذا بدكم طريقة مباشرة للحل تيجوا شو بتعملوا؟ بتعوضوا الرقم، يعني طلب منكم مشتقة الثالثة بتعوضوا ثلاث، طلب منكم مشتقة الرابعة بتعوضوا أربعة، يعني هاي خطوات الحل. خطوة رقم واحد بتعوضوا الرقم اللي هو مش الرقم اللي هون، هذا الرقم هو لإيه، هذا الرقم إيش؟ لإيه، ما إلي فيه، تمام؟ هذا الرقم لإيه، يعني يعني حكى لي أربعة خمسة مش كثير، ما بهتم فيه، يعني هذا الرقم مهما تغير ما إلي دخل فيه، أنا بإيش بهتم؟ بهتم بالمشتقة. طلب مني مشتقة ثالثة باجي بعوض مكان كل إن بالسؤال كم؟ ثلاث، بيطلع معي شكل، تمام؟ هذا الشكل، هذا الشكل لازم تستخرجه منه اكس ناقص اي قوة 3 على 3 مضروب. إذا كان طالب المشتقة الرابعة، إذا كان طالب المشتقة الرابعة شو لازم تستخرجه منه؟ لازم تستخرجه منه اكس ناقص 4، تمام؟ أو اكس ناقص حسب الرقم اللي هون يعني، تمام؟ اكس ناقص 4 قوة 4 على 4 مضروب، لازم تستخرجه منه هذا الإشي، تمام؟ لازم نستخرج منه إحنا إيش؟ هذا الإشي، أو اكس ناقص 1، اكس ناقص حسب السؤال شو بكون معطيكم. هون معطينا السؤال ات اي يساوي 4، هاي اكس ناقص 1 عادي، مش شرط تكون اكس ناقص 4، هو هيك حكى لي بالسؤال، انا باخذ نفس القيمه بعوض، تمام؟ وبعد هيك لازم اوصل لايش؟ اوصل لهذا المنظر. طيب شو بعمل بعد هيك؟ بحكي لي بعد ما انت توصل لهذا المنظر ما تبقى بيكون هو ايش؟ الشيء المطلوب في السؤال، ما تبقى بيكون هو الشيء المطلوب بالسؤال. طيب كيف بطلع ما تبقى؟ باجي بشوف انا بهذا السؤال، كان السؤال طبعا معطيكم سؤال كثير زنخ، احيانا بتكون جاهزه يعني بتلاقوا الثلاثه مضروب موجوده بالمقام فبتاخذوا اللي بضل. انا هون ثلاثه مضروب ما كانت موجوده، فشو اضطريت اعمل عشان تصير موجوده؟ ضربت فيها وقسمت عليها، تمام؟ فصارت موجوده. الان الإشي اللي بضل صار هو عباره عن ايش؟ الإشي اللي بضل هو عباره عن المطلوب الموجود في السؤال، تمام؟ هيك احنا بنكون خلصنا حصتنا لهذا اليوم، نشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات لاحقه. في امان الله.